السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رموز مهمة في موضوع مهم، وهو رموز مهمة عن الزواج من شخص غني. هذا هو العنوان. حينما نرى بعض الرؤى، وده طبعا بيكون للبنت العزباء أو حتى للشاب الأعزب، من الممكن أن في رؤى تدل على أنه سوف يتزوج من غنية. في رؤى بالكلام ده؟ نعم، ولم لا؟ هناك رؤى تدل على تحقيق الأماني، ليه ما بنقفش معاها؟ هناك رؤى تدل على الرزق الكبير، هناك رؤى تدل على الغنى، فلا مانع من أن نرى رؤية تدل على الزواج من شخص غني. أول رؤية معنا وهي رؤية شرب زيت الزيتون. هذه رؤية مهمة جدا وجميلة فعلا، فهذه الرؤية تبشر من الزواج من شخص غني. رؤية البنت العزباء أن من يلبسها أساور في المنام شخص غني، وهذه الأساور إما من ذهب أو من ألماظ إلى آخر هذه الأمور القيمة. هذه الرؤية تدل على الزواج من شخص غني، لكن على فكرة بالمناسبة ما فيش تحديد للشخص، لا، هو الزواج بصفة عامة من شخص غني. الرؤية اللي بعد كده رؤية البنت العزباء لارتدائها للتاج وهي سعيدة في المنام، فهذه الرؤية تدل على الزواج من شخص غني إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الزواج من سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهي رؤية محمودة جدا. بنت لما تشوف إنها بتتزوج من نبي وتحديدا سيدنا يوسف عليه السلام، هذه رؤية جميلة جدا تدل على الزواج من شخص غني بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية أكل الجبن للبنت العزباء، وإن كانت هذه الرؤية ذكرتها في فيديو تحقيق الأمنية، ولكن أنا دائما أقول أن هناك رؤى حملت أوجه لها أكثر من معنى، فمن ضمن معانيها مع تحقيق الأماني لبعض الناس، بالنسبة للبنت العزباء تحديدا تدل على الزواج من غني. رؤية اللي بعد كده وهي رؤية البنت العزباء للرجل، الزواج من رجل أسود إفريقي، رجل أسود، وكان هذا الرجل جميل. هذه الرؤية تدل على الزواج من شخص غني إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر رؤية معانا وهي رؤية جميلة جدا ومعظم البنات بيشوفوها، وهي رؤية أنني أبدل أثاث البيت القديم. طبعا بطبيعة الحال هو أثاث مستخدم، حتى لو لسه جديد اسمه مستخدم، بأثاث أجدد منه وأغلى منه. هذه الرؤية تبشر بالزواج من شخص غني إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.